اولا قلت حاجتين انا بالنسبه لي غراب شويه. الجرس دي انا بعملها من سنه 89 90، خلي بالك انا قديم يعني انا ها. فدي جرس دي من 8 89 اتطبعت اخيرا، غريبه يعني اول مره اسمع انك مهرجان جرس في الاردن. انا ما عنديش فكره عن الحكايه دي خالص، وانا يعني انا شخصيا لو كلامك سليم ويبقى في حاجه بالشكل ده انا بالنسبه لي حرفض تماما الحكايه دي نهائي، وده امر مفروغ منه يعني. انما المغرب غنيت لوحدي، انا غنيت في كونسرت في المغرب من اسبوعين لوحدي. مين اللي قال لك ان في حد قبليه حصل يعني، ولا بعديه، ولا ايه، ولا دي برضو في مهرجان؟ ايه ده المهرجان ده فيه بتاع 40 مطرب وانا هروح اجيب باسبوراتهم؟ خلي بالك انا من بورسعيد، وانا انا هاجرت، وانا سافرت رحت يعني، انا عرفت يعني ايه اسرائيل من الحرب. احنا هاجرنا ورحنا من القمح وقعدنا في سنهوت في قريه ورجعنا تاني. فكره المزايده على الوطنيه، الكلام الخايب ده اعتقد انه بعيد عني انا شخصيا، لان انا الوحيد او من الناس القلائل اللي عانيت من ويلات الحروب بتاعت 67 و69 ورجعنا تاني. فالموضوع ده يا ريت ما نتكلمش فيه، علشان انا بالنسبه لي خارج توقعاتي يعني، خارج مفهومي خالص.